القطار تروي. مرحبا دين. كم حائط يجب عليك هدمه اليوم؟ بقي حائط واحد قبل أن تذهب للعب مع الأصدقاء. ماذا هناك؟ أوه لا، احترس. تروي، هناك مشكلة أمامك. كرة هدم دين وقعت وأصابت فرانك وتسببت بوقوعه على جانبه. هل يمكنك الذهاب إلى المخزن والبحث عن مركبة للمساعدة؟ مرحبا تيدي. تروي هنا ويريد أن يراك. أعتقد أنه يحتاج مساعدة. فرانك، شاحنة الإطفاء انقلب في وسط الطريق. هل يمكننا إيجاد مركبة لمساعدته؟ يمكنك ذلك؟ مذهل. طائرة مروحية؟ ممتاز. تروي أحضر مركبة مناسبة لمساعدتك. هل تريد أن تعرف ما هي؟ لنقم بإنزال القطع ونرى. مرحبا أيها الطائرة المروحية، ما اسمك؟ هكتور، يسعدنا مقابلتك. هل يمكنك مساعدتنا لجعل فرانك يقف مجددا؟ أحسنت عملاً. هاي، دقيقة من فضلك، إلى أين أنت ذاهب؟ أوه، ألاحظ ذلك. أحسنتم عملاً يا رفاق. هل يمكننا إرجاع هكتور إلى المخزن الآن؟ وداعاً تروي، نراك لاحقاً. القطار تروي. مرحباً تروي، إنك تقضي وقتاً سعيداً اليوم.
واو تروي، هذه السيارة تمشي بسرعة كبيرة. يجب أن نطلب المساعدة قبل أن تتسبب في حادث مروري. دعنا ننطلق مباشرة إلى مدينة السيارات، أسرع. يمكننا مقابلة صديقنا الجديد الآن. أي السيارات ستساعدنا في إيقاف السيارة المسرعة تروي؟ أعتقد أن هذه السيارة تبدو وكأنها سيارة شرطة. دعنا نأخذها إلى المحطة ونقوم بفحص ذلك. أوه، نحن على وشك الانطلاق تروي. حسناً تروي، هيا بنا. دعنا نقوم بإنزال القطع أولاً. ماذا ينقصنا تروي؟ بالتأكيد سنحتاج لذلك. واو، هذا مدهش تروي. مرحبا سيارة الشرطة، يسعدنا رؤيتك. ما اسمك؟ مات؟ أهلا بك في مدينة السيارات مات. تروي، وظيفة مات هو حماية المدينة من الأشرار، وهذا مهم جدا. مات، لدينا مهمة لديك الآن. هناك سيارة مسرعة جدا على الطريق السريع، أسرع، دعنا نذهب. إنه هنا، هل تراه مات؟ أمسك به مات. هيا تروي، دعنا نلحق به. عظيم مات، هيا أمسك به. أوه لا، لقد ابتعد عنك مات. واو، مدهش مات، لقد قمت بإيقافه.
شكراً لك تروي، وشكراً لمات. مدينة السيارات الآن في أيدٍ أمينة. أحسنتما. وداعاً أصدقائي، نراكما في المرة القادمة. Come on.